البعد العلمي القادم لا بد من نشر وعي تربوي ثقافي يعتمد بالاساس على احترام الاخر لايجاد سياق بديله لمحاربه الظاهره الانسانيه. كما لا يخفى بان تطبيق اي قانون يقتضي ان نلامس اولا كما اشارت بالاداء وسائل اثبات معتمده في اثبات الجريمه. العنف ضد النساء لا يمكن ان يخرج عن نطاق الجرائم الاخرى لانه يخضع للاثبات الكلاسيكي وهو وجود ادله الاعترافات القرائن وشهادة الشهود. في فضاء مغلق كما قالت الاستاذه زوج او زوجه في بيت الزوجيه لا يوجد الشهود الموجودين الابناء والاقارب يجرح في شهادة أمن القضاء يعتمدون. إذن كيف يمكن أن نأتي بشهود أجانب ليثبتوا عنف وقع فوق في بيت أو في غرفة نوم الأزواج؟ يبقى مسألة، ولكن لا يمكن أن نضخم المسألة ونعتبر بأنه ما دام ليس هناك إثبات إذن نعتمد الفصل واحد من قانون المسطرة الجنائية واعتماد قائمة البرارة، هذا لا يمكن. لأنه في مجموعة من النوازل التي كان الشرف أن أموت فيها، عندما تكون هناك زوج وزوجة وشهادة طبية والعنف وقع حوالي 12 ليلة والمرأة الحال أنها تسأل الزوج هل خرجت زوجتكم من المنزل فينصفق فيقول كيف يمكن أن تخرج من البيت حوالي الساعة 12، فمن قام بضربها أو بتعنيفها إذن تبقى هذا المبدا الاساسي، لان لا يمكن ان نضخم في مساله الاثبات لانه يعتمد على الاقتناع الوجداني. الاقتناع الوجداني هو اساس الجوهر البت في القضايا الجنحيه او حتى بعض المرات حتى الجنائيه، لان القاضي وهو يعتمد في النازله ما يروج و يعتمد جميع الوسائل التي تظهر له بان هناك عنف ممارس هناك ومع ذلك نعتمد شهاده القاصرين غير مميزه. الطفل عنده 4 سنوات او 5 سنوات سبق سمعنا اليه نستمع للاقارب لاب الزوجه وهذه القرائن كلها تنضاف الى الشواهد الطبيه وفعل فداحه الاضرار وتواجد الزوج بجانب زوجته. هذه الامور كلها تعتمد اثناء البت في النساء. يبقى امور اخرى اللي خاضعه مثلا بحال التحرش الجنسي. التحرش الجنسي بين زميل لزميلته او ما هي الوسائل المعتمده في هذا؟ هل يمكن ان نعتمد مثلا كاميرات المراقبه؟ هل يمكن ان نعتمد شهاده الشهود؟ هل يمكن ان نعتمد مثلا الاكتار او الامعان التي سوف ارجع اليها في تقديم الورد او الهدايا بدون مناسبه لزميلتي في حال انه لا يجمع بينهما اي رابط؟ فهذه المساله كلها تخضع لسلطه القاضي، والقاضي عندما يختلي للتامل او للمداوله اذا كان القضاء جماعي فهنا يمكن ان يتبين ان اي انسان عاقل يمكن ان يميز هذا الشيء هل هو جريمة أم لا يشكل جريمة. ما كاينش جوج حوايج، غير اللي بغى يتغاضى على الأمور واضحة. أرجع لأناقش الأستاذ بكار في مسألة أمعنة والتي أفاض فيها كثيرا، والحال أنها أنا من وجهة نظري لا تقتضي مثل هذا التضخيم، لأن كلمة أمعنة بمعنى كرر وبالغ، بالغ وكرر في اللفظ الفرنسي في الرجعه 531 قال بان بيرسيست يعني يصر. النظره الاولى هي مقبوله، وهذه هذه رغبه المشرع، لان المشرع لا يرغب في حظر حريه النظر وحريه التلقائيه، الحق في التلقائيه، خاصه بان الان النساء يتجملن بشكل كثير
المرأة جميلة ويجب أن ينظر إليها، ولكن النظرة من احترام، النظرة الأولى محترمة طبيعية. إذا المبالغة في الشيء لا يقتضي الزجر، مبالغة في الشيء لمس كذا. أنا أقول أن كلمة أمعنة لا تطرح أي إشكال، وإذا جاءت عندي مسألة بأنه يقول بأنه فعلا لقد نظرت، ولكن لي أنا وصلت سيري ما غاديش نقوى إلا. فكل من نظر إلى امرأة سوف يجبر نفسه متابعا بهذه المقتضيات. نرجع لعبارة أخرى لوردت في القضاء الفرنسي، وهنا أعتمد ما قالت الأستاذ النيسي بأنه القاضي يحكم في كل المسألة بناء على البيئة التي يتواجد فيها. فقضاة في مدينة ورزازات مازال الآن يحكمون على الجرائم الفساد بالحبس النافي، لأنه الفساد فإنه يزعزع المجتمع الضيق، عكس ما هو مثلا في الدار البيضاء الجديدة أو غيرها. فما بالك إذا كانت المسألة أكثر، فإن فرنسا. أما في المغرب أنا عبارة أنا معجبك أنا أحبك فإن أدين فيها، نعطي فيها الإدانة. ما هو الدافع الذي جعلك وأنت لا تعرفني أقوم بأنها أنا؟ الحال أن هناك أبواب يجب أن تلتقي بها، أنا لست بضاعة ولست جي عندي وتكون المقابلة وتكون هنا على هذه العبارة أنه دين فيها، أنه ليس لك الحق أن ترسلونها لا أعرفه، هذا عنف. أنت تفرض علي شيء أنا عنف، على الأقل نتقابل معك ونتواصل معك وتكون التواصل يكون رضا ويكون أمر كما قالت السلام مرحب به، هذا شيء مرحبا. ولكن أن تبعث لي وأنت ولا نعرفه كما يسمى دابا الحب الإلكتروني الذي كيف يمكن تعريف من الشخص الذي تخاطب او المخاطب؟ نرجع لشراء اسرار الاستاذ بوشورا، ان التعريف يقيد القاضي، وهذه مساله انا لا اتفق مع الاستاذ على الاعتبار ان القاضي هناك مجموعه من عندما يكيف قادميه بالعمل الافعال أنه تأتي مجرد أقوال في محضر القضايا وكيف هي بأن فيها إحلال وفيها تحرش وفيها ضرب وجرح وفيها سرقة وخيانة أمانة من خلال الكلام. القاضي عندما ينظر إلى النازلة فإنه يستخرج الفعل الذي يعتبر عنفا، وبالتالي يقول حتى على فرض أن مسألة ما أنه من خلال أقوال المتهم يمكن أن يستشف بأن هذا فعل يشكل عنفا او يشكلوا اضرام بالمراه. واعطيك مثال بان محكمه الجنايات الابتدائيه بالجريده كانت سباقه منذ 2010 او 2009 في حكم امتاز بالجراه الكبيره، عندما ادان شخص من اجل الاغتصاب الزوجي ادانه باربع سنوات أدانا الزوج بأجل وكانت بمثابة ثورة الاغتصاب، لأنه جريمة مسكوت عنها لأنه فعلا هناك اغتصاب زوجي. والخطير في هذه الظاهرة ديال هذا القانون هو أنه القانون يسري على الجميع. نحن في حاجة إليه، خاصة في ظل صدور قانون أثار الكثير من الانتقادات وأثار الكثير من النداء، وقد شاركت في ندوات سابقة وكنت من بين منتقدي للعلل التي سأصلها عليكم. بداية، إذا أردنا أن نعرف أو نبتعد عن العنف ضد المرأة، يجب أن نفهم ما هي المرأة في عقيدتها. عقيدة السمحة كرمت المرأة. المرأة ليست كائنا غريبا، المرأة وهي الصورة الواضحة للرجل في الخلق في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الخلق ربطه الخالق بالسكينة، حينما نسكن إلى شيء فنحن نجد فيه الدفء. المرأة هي الرحم التي خرجنا منها جميعا. المرأة قدسها الشرع كأم كزوجة وكبنت. من منكم يستطيع أن يعاكسني في أن البنت حينما تضع صدرها على صدر أبيها بماذا يشعر؟ بالحنان وبالدفء وبالطمأنينة عكس الابن.
المرأة هي التي تقترب من أبيها وتتخذه نموذج أو قدوة وتتمنى زوجها كأبيها. هذه هي المرأة. المرأة ليست كائنا غريبا، يجب أن نفهم قواعدنا وقيمنا، فإذا فهمناهم لن يكون عندنا عنف، لأننا تجاهلنا هذه القيم وأصاب مجتمعنا الهشاشة والجهل، فبدأت الأمم تتكالب علينا ويريدنا أن يعلمنا كيف نتعامل مع المرأة، وهذا هو الشيء الخطير. الأمة المخاطبة بأمر إلهي سيعلمها من يخاطب بأمر برلماني أو عمل إنساني، قد يكون صحيح اليوم 100% وغدا ستصيبه النسبية ويصبح خاطئا 100%. أنا لا أؤمن بالزجر في الأسرة، أنا أنتقد هذا لأنني عملت كثيرا في مجال الأسرة، وزملائي المحامون يختبرونني ويعرفونني ويعرفوا كيف طريقة عملي. أنا لا أؤمن بالزجر في مجال الأسرة. هذا القانون الذي غلظ العقوبات وأتى للتشديد وأتى سريعا وجمع من هنا وجمع من هنا، وأظن صوتي للأستاذ الفاضل ربما الأستاذ خالد عثماني. نعم، الذي في أول مداخلتي قال بأن هذا ليس الواد كادر، ليس قانون إطار، أي أنه قانون لقب جمع ما بين مقتضيات المسطرة الجنائية وجمع بين مقتضيات القانون الجنائي، وأتى بسرعة دون أعمال تحضيرية، دون تدخل فيها الأكاديمي والعلمي والقاضي ورجل الدين والمحامي، لحتى نصيغ قانونا قابلا للتطبيق، وحتى لا تتكالب علينا الأمم فيما بعد وتقول بأن الأمم لا تحترم قوانينها، لا هذا قانون للعنف ضد النساء ولا تطبقه ولا تحد من العنف ضد النساء، وترتفع مؤشرات إحصائيات العنف ضد النساء من سنة إلى أخرى كما جاء في عرض أختنا الفاضلة الأستاذ عسير النادية في مجال حقوق الإنسان، أن استعرضت ارتفاع العنف ضد النساء. فقط أريد أن أنا أنتقد، وانتقادي هو هذا، أنه أتى أقصى المساعي الحميدة، وإن كان الأستاذ المشرف على الندوة قد لا أتذكر اسمه، استعذر، بشرارة، أستاذ ربما بشرارة، أشار إلى دور المجلس العلمي في الصلح، وأنا أضم صوتي للأستاذ زميلتي الأستاذ نوعان. نعم، المجلس العلمي كنا نحيل عليه بعض القضايا في مجال الطلاق فلم يأتي بنتيجة، كان القضاة يحققون الصلح في الجلسة أكثر من المجلس العلمي، ولم يلف واحد أتى بالصلح وأنا أريد هنا أن أنص على دور المساعد الاجتماعي. المحاكم الآن تعج بالمساعدين الاجتماعيين، وقد حققوا عدة نجاحات في الصلح بين الزوجين، وهناك نظرا للاحتكاك ما بين الزوج والزوجة، تعرفون أن بعض الأزواج يأتون إلى المحكمة لقضايا تافهة، وهنا سأفتح القوس وأضحك لكم قليلا، فأن أزواج جاءوا للطلاق عارفين غير تخيطوا الطلاق، واش قنيطرة ولا في جديدة، عند ما ولا عنده هو، فتركتهم يتنابزون ورقدت عليهم بسرعة بالتليفون هكا في الجلسة، قلت لهم أنا غنعيط الخياط دابا ديالي، طلمت في العشية غيكونوا مخيطين، هي مشكلتكم، فانفجر بالضحك. فالفجرة بالضحك الزوجة والزوجة يصير ديبرات بصير بحال طلع بغيت خيبو صافي ما يحتاجوش تطلع، أنا مسؤول من فات طلاق، أنا مسؤول من فات طلاق. أمام انهيار القيم في الأسر، حنا الآن نعاني من انهيار القيمة، ما معنى الزوج أصبح لا يعرف ما معنى الزوجة وما دور الزوجة وكذلك الزوجة، راه انهيار منظومة الأسرة، يجب أن نحارب انهيار منظومة الأسرة وأن نزكي قواعد الأخلاق في الأسرة وأن نعرف بمكانة المرأة. ما هي المرأة؟ ما هي المرأة؟ فقط أريد أن أعرج على بعض المخاوف التي أثارها زملائي خصوصا في بعض المؤسسات القانونية أو في معاكس عمل القضاء. أشار زميل أستاذ خالد عثماني وامتعض من مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي التي كانت تخول للمغتصب أن يتزوج المغتصبة ويفلت من العقاب. أنا أقول لك زميلي بأن النيابة العامة الآن حنت إلى هذا القانون وتجاوزته. لماذا؟ لتحقيق قواعد العدل والإنصاف. القاضي لا ينظر إلى تطبيق النص فقط، أنا كقاضي حينما أطبق النص وأعرف فيه ظلم ماذا أعطيت لهذا المجتمع؟ أنا يجب أن أتجاوز في إطار الاحترام طبيعة الحال، لا أخرق النص في إطار تطبيق القانون، ولكن يجب أن أستلهم روح العدالة والإنصاف. الآن أعطيك مثلا، ستأتي 100 وما أكثر الفلاليات الآن عندي في المكتب، وإذا أردت أن تشرفني سأناولك ملفتهم، وأنا حاولت علاجه نظرا أول حاجة أفكر فيها وهي احترام كرامة هذه القاصرة أو المرأة، هي اغتصبت طفلة صغيرة، يأتي ذئب بشري يحاول أن يسيطر على أفكارها ومشاعرها والخادعة وهذا، فتأتي وهي حامل وتحمل طفل في أحشائها. بالله عليك، هل أتجه إلى سترها وأتجه إلى تزويجها أم أخشه في السجن وهي تمشي إلى الشارع؟ إذا تقدمت 100 طفلة إلى مكتبي مثلا وزوجتهم 100% وفشلت 25 علاقة من هذه، فالمجتمع قد ربح 75.
الآن لدي ملفات عائلة. السيد الوكيل العام مشكورا من هذا المنبر يتفهم هذا الآن. لا يتسرع في الاعتقال إلا في حالة تعنت ذلك الشخص ارتكب تلك الجريمة في حق القصر. أن هذا كان خطأ تشريعيا وكان تسرعا. مقتضيات الفصل 418 العذر المعفي من العقاب حينما الزوج يبيض زوجته ويستفيد من عذر المعفي من العقاب. هل تقدر نفسية الزوج حينما وجود الفاعل؟ كيف سننتقد انه يستفيد من عذر مخفف من العقاب عفوا ننتظر ان يترك للقضاء السلطه التقريريه لان في هذا النص القانوني ونص عام فيه ظروف التخفيف. ربما كان على المشرع ان يضع ثقته في القاضي وان لا ينص على تدابير لان المشرع ماشي غادي يجي ويقول للقاضي هاكي تحكم. المشرع كيعطيك نصوص قانونيه ولكن هناك سلطه تقديريه وهناك مبدا هناك مبدأ في القانون الجنائي يسمى تفريد العقوبة. ما معنى تفريد العقوبة؟ أن نعطي للقاضي السلطة التقديرية أن يقدر العقوبة لكل فعل. لا يجب على المشرع أن يرهن ينبه أو يهين القاضي ويقول لا يجب عليك أن تنص على عقوبة مخففة هناك ظروف التخفيف. اترك للقاضي هذا فقط وجهة نظر. النصوص الجنائية أنت كما تعرف أنت متخصص في مجال القانون الجنائي نصوص دقيقة إنها تنص حرية الأفراد في غالب الأحيان لا تترك مجال للاجتهاد في القضاء. هناك ظروف تخفيف ظروف تخفيف التي يسمح بها للقاضي في إطار سلطته. مثلا كل نازلة على حدة أو تفريط عقاب على حدة. عمرو مثلا ارتكب جريمة تحت ظرف ما ليس هو زيد الذي ارتكب عنوة أو تفاخرا بإجرامه. هنا يجب أن أتصدى له. أنا أعرف هذه في خص مسائل. هناك الكثير من القيل ولكن حتى أحترم وقت المتدخلين أريد أن أعرج بسرعة فيما يخص مسائل الضمانات الاتصال التي أشارت إليها الأستاذة حليمة المغاري. كيف ستطبق على أرض الواقع؟ أقول لك أختي أنها لن تطبق. لماذا؟ نحن لا كقضاة لنا تجربة فيما يخص جرائم المخدرات. إيداع الشخص لمؤسسة للعلاج لم توجد هذه المؤسسة منذ ظهير 74 الذي صدرت جريمة مخدرات ما كناش. وهذا ليس مشكلة القاضي. القاضي يطبق النص. القاضي سينص في حكمه على منع الفاعل فلان فلان بالابتعاد عن ضحيته وكذا وكذا لمدة كذا وكذا وكذا. ولكن من سيطبق وأين ستطبق؟ وضع مؤسسة لعلاج هذا المتهم لأنه ارتكب تلك الجريمة في حق المرأة لغرض ضعف نفسي أو انعدام تربيتي أو أخلاقه ساقطة أو هذا أو من هذا القبيل. أين هي هذه المؤسسة؟ شغلوا بالعمل.